السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا رحباب في قناة نجرة ديريا لهذا اليوم. اليوم كما شفتوا في العنوان جبت لكم أكلة قسنطينية بحتة تقليدية وقديمة، وجبتها لكم ما جبتها لكم حتى جربتها واستبنيتها وش نقول لكم ولا أروع. هذه الوصفة جبتها من عند إنسان ما شاء الله تبارك الرحمن، شيف قسنطيني يجيب غير الأكلات القديمة القسنطينية البحتة، هو الشيف حميد قريري. وش نقولكم، يجيب غير الأكلات الله الله القديم والباين البنين، ويزيد يحكي لنا على أصل الوصفات، يعني كما ندير لكم تقريبا كما ندير لكم منايا. ويعني والغريب في الامر انه هاد الشيف قريري انا مع اللون اللي سمعت به حسب لي واش من شيخ واش من هو وترن جنوم ما شاء الله، يعني اصله طبعا قسنطيني وعنده أمه ألمانية، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وعايش في ألمانيا وراه يدير غير في الأكلات التقليدية، يعني كما يقولوا ان بارادوكس، ما شاء الله عليك شيف. دونك استأذنته قلت له هذه الوصفة تلم عجبتني وبنينة، قلت له استأذنكم ممتون نعرفوا بها. يقول الشيف أنه هذه أكلة تاع السيدات القسنطينيات، أمهاتنا يعني كامل القسنطينيات، ويديروها يعني أكلة صيفية أكلة شتوية بامتياز، تاع البرد تاع الشتاء تاع التلج. قلت نديرها لكم قبل ما يروح البرد داكوغ، وما على باليش ماني شايفتها تاني مليح رمضان، بنات جربوها وقولوا لي داكوغ. اللي هي الحسو القسنطيني، يأكد الشيف قريري قال لكم ما اسموش حسو، الحسو القسنطيني داكوغ. تفاصون راح ندير لكم الرابط تاع مول الوصفه طبعا وقناته، تستحق الدعم والتشجيع، اضربوا عنده طلا وشوفوا الخير والخمير. يعني انا شخصيا راني نجرب بزاف من الوصفات تاعو، اي سي ان فرون سوكسي، يعني شهاده لله. تري بيان، على بالي هضرت بزاف. اوكي، مكونات سهله وبسيطه راكو تشوفوهم في متناول الجميع. شوفوا البنات، الشيف قريري يقول لكم باللي الحسو القسنطيني يندر بلا لحم داكوغ، كيما حنا نقولوا هجال في العاصمه. بصح يقول لك ثاني تقدروا ديروا له طريف لحم ولا طريف عظم ولا المهم بنه. انا واش درت، تسمح لي الشيف، انا درت دي بيتي زيسكالوب هكذا، اون اسكالوب مقطعه اون بيتي دي كيما راكم تشوفوا للبنه برك، جربتها بها لا ديرنيير فوا سيتي سوكولون داكوغ. دونك راني نقول لكم الوصفه الاصليه ما فيهاش لحم، ولا فيها عظيم. تري بيان، هنا نبدا بصلة، انا درت بصلة موين، راس ثوم صغير مالا هكذا ببخي، هاوليك هاني سكرفشتو هنايا داكوغ. دونك اون تات داي موين، هذا راك تشوفوهم غير فاس من الوغ لا طوماط. بون غير نحر كيما كو تشوفو ان بوفرون، تجي حرة البنات. هنايا لا طوماط يقول شاف حبة ونص، انا درت هنا زوج، بصح راكو على بالكم لا سيزون لي انا فيها دوك ماهيش طايبة بزاف، عززتها بهاد الكوب تاع الطوماطيش اللي خدمناها مع بعض في الصيف، راكو تعرفوا بلي بنينه وملحمه ايتو. دونك اون فادير دو طوماط بيان ميغ، زوج طوماطيشات، طبعا الملح، مركز طماطم دونك كونسونتري طوماط. الوغ شاف يقول اون كويير اي دمي، انا ندير اون بون كويير، فوالا مساله الذوقه الشيف ما تزعفش من عليا. بون التوابل، العكري، بابريكا، فلفل كحل، بوفر نوار، الكرويه، الكارفي، راس الحانوت، وهذا الحار. شيف نذكر واحد ليبيس انا شخصيا ما عرفتهاش، جو انفيت الي فوار سا شين، كيهضر على الحار، قال يكون مدروس مع القزبر وكذا ملهي، شخصيا ما نعرفوش. انا واش درت كوم انتيليجونت، جي بري شي حار اي جي بري شي قزبر. ان شاء الله ما نكونش شوهت الوصفه. المهم جو فوز انفيت الي لا فوار لا روسيت الاصليه، هكذاك البنات قسنطينه اللي راهم معايا ممكن راح يقولوا لنا في التعليق هذيك لي بيس واش يقصد بها، انا شخصيا ما عرفتهاش استسمحكم. دونك فوالا، سينو هادو هما المقادير. اي شويه سمن قلت لكم، اي باف سيتو. اي عفوا، طبعا المكون الاساسي كاين شويه نعناع يابس، واذا عندكم نعناع فخي سي انكور ميو، انا حندير نعناع يابس كيما قال الشيف. اي كاين ثاني التشيشه مازال ما حطيتهاش ومن بعد نجيبها لكم. التشيشه هي المكون الاساسي في هذا الطبق، اللي هي انا شخصيا شريت التشيشه تاع الشعير. فوالا، كي رحت نشري التشيشه قال لي تحبي كاين تاع القمح كاين تاع الشعير، انا خيرت تاع الشعير، راكو تعرفوا لي بيان في تاعها، اي سيتي ديليسيو. فوالا،
هادوما المقادير السهلين البسيطين متواجدين في كل بيت. يلا روحوا لا بريباراسيون. فوالا، حط الدجاج تاعي ولا اللحم ولا نحطو، حطيته في القدره تاعي، شويه سمن ودرت مزيج من السمن والزيت، ونحط البصل والثوم، ونحط كامل هاد التوابل على ضربه هابليك، طبعا مع الملح تاعنا. هنا ندير كنت تشوفوا كويغ كافي هذه، فوالا اون بون كويغ كافي. هو قال مغرف ونص، مو جو ريدوي، نفضل طوماطيش حب. فوالا نروحو نقليو شويه ومن بعد نزيد لها الطوماطيش تاعي. فوالا البنات، بعد ما تقلات ليجيرمون، عفوا ليجيرمون تقلى الدجاج تاعي، نزيد له هذيك الطوماطيش، طوماط نضيف الطوماط والقرن تاع الحار طبعا، فوالا فوالا. يعني لا يبقى كتير طويل ما حبش يدخل، فوالا يبقى فينير بار سولا. فوالا الوغ جو سي با بنات، يعني لا ميتيجا ماشي حنقول غير العاصمه، فقط هاد الوصفه تشبه شويه، يعني جاب لي ربي كمزيج بين الحريره تاع ناس الغرب والمدشه تاعنا تاع العاصمه وبلاد وضواحيها. المدشه اللي نديروها بيا بالزعتر ولا بالفليو، فرانشمون انا اللي دقتها عطاتني هاد الاحساس بلي راني ناكل مزيج اللي قلت لكم عليه. المهم سي اون تري تري بيل روسيت. الوغ هنا مازلني نقلي البنات، ما زدت والو كيما شفتوا ملي درت ديك لا طوماط ما درتش الماء، ها راني نقلي فيه غير بالعقل. والسر تاع هذا الطبق باش يجي بنين لازم له التقليه، سواء درتو لحم ولا ما درتوش لازم كلش يتقلى بالطبع. بعد اللي تقلى مليح راح نزيد له شويه ماء ونخلي هذاك لو طون اللي الدجاج تاعي يطيب. راكو على بالكم فوالا. وهاي لك هنا تشيشه تاع الشعير، هاوليك هذه هي. دونك البنات اللي ما يعرفوش تروحوا عند دوك اللي يبيعوا السميد اللي يبيعوا السميد بالميزان هادو كيتو، قولوا له تشيشه ويقول لك واش تحبي تاع الشعير ولا القمح. هايلك هذه تاع تاع الشعير عفوا. فوالا انا كيلت الوغ بوغ ان ليتر، تمرقوا بواحد ان ليتر، انا دائما كيل بهدايا تاع لاتاي صغير، هذا سي هذا. وراكم تشوفوا انا زدت شويه، دوك من بعد نشوف اسكو نزيد ولا لا، سا ديبوندغ التمرق طبعا ياك. دونك هذا كيلت بهذا. فوالا النعناع هاوليك اليابس راني وجدتو حطيتو بين يديا، ها هاوليك. الوغ هذا يندار في اخر طبق، مي لا ديغنيغ فوا درتو يعني في الوسط كي قبل ما نمرق هكذايا درتو، يعني سيتي فريمون اكسيلون. فوالا دونك زدت شويه المرق القديره تاعي ومن بعد نصفي، بعد يطيب كلش نصفيوها وتجوزوها في لامولينات، تنحيو الدجاج طبعا، نجوزوها في لامولينات ونصفيو الشربه تاعنا ونرجع لكم. دونك هنايا الشيشه تاع الشعير بعد ما شللتها ندير لها شويه ما سخون، فوالا خليها تنتفخ لو طون لي الحسو تاعي يوجد. دونك هاوليك يا الحباب الحسو تاعي بعد ما صفيتو، صفيت منو راك تشوفوا هنا، نحيت الدجاج هذاك الكوتي، نحيت الحار، لازم يترحى كامل يولي هكذاك الحليله صافيه. داكوغ دوغ نمرق، التمرق يكون بحوالي لتر من الماء هكذاك تقريبا باش نطيح سوا سوا في هذاك العبر اللي قلت لكم عليه تاع تشيشة الشعير هذيك. داكوغ نطيحو سوا سوا. دونك انا ندير هكذا ونحبس، فوالا سي بريسك ان ليتر، نديرها فوق النار ونرمي لها. طبعا كي تغلي شوفوا هنايا راهو بدا، راهو ماشي بدا راهو نتفخ. دونك لو طون لي يغلي نشوف الا شرب لي هاد الماء طوميو، سينو نتخلص من هاد الماء الزايد ونرمي وندير التشيشه تاعي. بعد ما غلى الحسو ديالنا درت شويه ملح
ونرميلو الممس عفوا شي شكل الشعير معذره تشبه بزاف الممس. فوالا انا مازال ما رجعتش هذاك الدجاج ما رجعتوش، خليه شويه باش فوالا خليه يغلي ونشوف. بعد ما طاب طابت الشيشه ديالنا هاي ليك، رميت هذاك عاوت رجعت هذاك الدجاج ديالي. الشيشه يا بنات تبطى داكوغ، تبطى لازم تعطيوها وقتها ابتي فو. فوالا هاك تشوفوا يغلي غير بالعقل. دونك هنا راهي طابت، عاوت قلت لكم رجعت الدجاج ديالي، واللمسه الاخيره اللي هي النعناع اليابس فوالا وعليها ونطفي. فوالا فوالا خليها تتقاعد واحد 5 دقائق لو طون اللي هذاك النعناع يشرب، ونرجع لكم في طبق التقديم. وها هو لك يا حبابي الحسو القسنطيني اللذيذ الرائع، واش نقول لكم بنة ولا اروع صدقوني. انا يعني من نهار اللي اكتشفته عبر قناه شيف غريري حميد وانايا يعني فسختو في هاد الشتاء كما نقولوا جي ابوزي. هاي لك هالي على الاقل ثالثه ورابع مره نديرها، سي ان بيغ ديليس روعة. جربوها يا بنات ما تندموش على ضمانتي، بنة فوق بنة من أطباقنا التقليدية الجزائرية القسنطينية. فوالا درت لها بيتي اكونبانيومون كيما كنتو تشوفوا، عجيجات يعني خبز يابس خلطت له شويه بصل شويه معدنوس لميتو بالبيض والفرماج اكسيتيرا. فوالا عجيجات وصيلة يعني مع مع الحسو ديالنا. فوالا و بيان سور ما تحلاش الشريبه ولا الحسو ولا الانسو تقاديسيونال، ما تحلاش غير بالكسيره تاعنا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جربوها وانا متاكده انها راح تعجبكم لانها قمه في البنه. شكرا شيف غريري حميد على الوصفه الجميله، دائما معك وانت دائما معنا على بالي ومع للمحافظه على التقاليد، وسلام الله عليكم.